السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان. إن شاء الله في هذا الفيديو غنشارككم بعض التجارب على مثبت الجهد أو ستابيليزاتور الطونسيون مع آلة مية التصبين. وتسعين ميتين وأربعتاش كيطلع على طونسيون اللي داخلة 191. ميتين وخمسة داكشي اللي عاطينا النيت. دابا طلع على طونسيون 216. سوف نقوم بربط آلة التصبين مع التوتر المنزلي 186. نحاول نخدموها كيبقى يدبدب، مخدماتش الماكينة أو آلة التصبين مخدماتش كيما تلاحظوا. نحاول نطفيوها ونخدموها من هذا المثبت. هنا كيخرج لنا هو 290. ان شاء الله نخدموها كتلاحظوا الآلة التصبين خدمات بعد ما كانت في التوتر ديال المنزل ما خدماتش، ولكن ملي ربطناها مع المثبت هذا اللي ديال التوتر خدمات. هو زاد طلع، هو زاد طلع ملي كيوصل لميتين كيعاود يطلع. هو دابا طلع 221، 186، 186، 186 تقريبا. آلة التصبين ديالنا راه خدامة، كيما كتسمعوها كتعمر في الماء. ملي كتبغي تاخد هاد مثبت الجهد او مثبت التيار الكهربائي هذا 5000 فولت امبير، كتشوف على هاد البويسونس ديالو، على القدره ديالو. مثلا كاين ديال 1000 اللي كيكون رخيص شويه، في الجديد تقريبا 450 درهم حتى 500 درهم. المهم مثل هذا 5000 فولت امبير تقريبا البويسونس ديالو 4000 و شي حاجة وات، 4000.200 تقريبا على ما أعتقد وات القدرة ديالو. دابا هذا هو باش كتاخد المعيار باش تشوف الآلات اللي غتربط معاه، الآلات اللي غتربط معاه ما يكونوش أكثر منه. الآلة ديالنا راه خدامة، كاين اللي عنده في المنزل آلة تصبين ما كتخدمش ليه وما كيكونش عارف السبب، هو انه التيار ديالو ديال المنزل عنده ناقص ما كتبغيش تخدم ليه، وقيت كتخدم وقيت ما كتخدمش. نحاولو نجربو نقطعو عليه الضو. قطعنا على الآلة ديال تصبين الضو، نجربوه في هاي، كتلاحظو مكملتش. هاهو دابا جاها الضو ولكن مكملتش، كاين 183. نحاولو نقطعو عليها تاني الضو.
شدوك صح. نرجعو ليه دابا في ستابليزاتور ف كيما جا هاد الضو خدمات لا طونسيون لي داخلة هي 160 الخروج هنايا 207 208 نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو هذا. تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.